شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. عنوان هذا البحث الذي نتناوله بإذن الله تعالى في هذا اليوم: الشهيد بين الحياة والموت. أول بحث يواجهنا في هذا المجال هو أنه ما هي الحياة؟ ما هو مفهوم الحياة؟ وماذا تعني الحياة؟ هنالك اتجاه يرى أن الحياة عبارة عن طاقة مهمتها الاستمرار في البناء الذاتي للبدن. هذا الرأي وهذا الاتجاه هو الذي يميل إليه مجموعة من الطبيعيين. الحياة طاقة، ومهمة هذه الطاقة الاستمرار في البناء الذاتي للبدن. وبعبارة أخرى، طاقة تنبثق عن هذه الطاقة مجموعة من المظاهر المادية، مثل الهضم والتمثيل وبناء الخلايا وإعادة بناء الخلايا. هذه الطاقة التي تنبثق عنها هذه الظواهر المادية هي التي يقال لها الحياة. ولكن الاتجاه الذي يميل إليه الفلاسفة الإلهيون اتجاه أدق وأشمل وأوسع، وهذا الاتجاه
الذي يراه الفلاسفة الإلهيون أن الحياة عبارة عن مبدأ الإدراك والفعل. المبدأ، المنشأ، المنبع الذي يولد الإدراك. نحن كيف ندرك؟ لماذا هذا الجدار ظاهراً لا يدرك؟ هذا المنبع وهذه الطاقة التي ينبع عنها الإدراك وينبع عنها الفعل، الفعل يعني النظر، الفعل يعني المشي، الفعل يعني الحركة. هذه الطاقة، هذا المبدأ الذي ينشأ عنه الإدراك والفعل، هذا المنشأ هو الذي يقال له الحياة. نتجاوز هذا المبحث إلى المبحث الثاني، وهذا المبحث الثاني هو ما هي مراتب الحياة؟ الحياة لها مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الحياة، الحياة النباتية. طبعا هذا يبتني على نظرة ظاهرية للأمور، يعني نحن البشر نلاحظ ظواهر، نلاحظ هذا الجدار، ونلاحظ النبات، ونلاحظ الحيوان. طبق هذه الملاحظة الظاهرية نحكم بأشياء، نقول هذا الجدار ميت، ولكن الشيء اللي يظهر من الآيات والروايات وبعض القضايا لا، أن كل الأشياء فيها حياة، وإن اختلفت مراتب الحياة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن نافية بمعنى ما، وإن من شيء يعني ماكو هنالك شيء، أي شيء من الأشياء، حتى هذه ذرة الرمل اللي تطؤونها بأقدامكم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم لا تدركون. الحجاب من هذا الجانب مو الحجاب من ذاك الجانب. الله تعالى في آية أخرى يقول: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. داود عندما كان يسبح الله كان يخرج إلى البراري والقفار، إلى الصحراء، إما للعبادة أو لأي غرض آخر، كان يطلع للصحراء، فكان يسبح الله. وفي بعض الروايات أو الكتب التاريخية أنه كان يقرأ الزبور، زبور كتاب داود كان يقرأ، فعندما كان يسبح الله هذه الجبال اللي في الصحراء كلها كانت تسبح معه. الجبال تسبح دائما، ولكن داود القدرة التي أعطاه الله تعالى
أنه كان يظهر هذا التسبيح، يعني التسبيح موجود، ولكن عندما داود كان يسبح الله تعالى الجبال كانت تظهر هذا التسبيح. فعندما كان يقول مثلا سبحان الله، الجبال كانت تقول معه سبحان الله. الشيخ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه كان ينقل قضية مطولة أختصرها في كلمة، أنه رجل كان رايح ويا أحد الأولياء في مكان، فهو نام هذا الرجل، بعد مدة قام من النوم شاف هذا الولي من أولياء الله مستيقظ يسبح الله يذكر الله يصلي كذا، ثم نام واستيقظ فرآه أيضا يسبح الله سبحانه وتعالى، ثم نام واستيقظ كم مرة، المهم أكثر من مرة تكررت هذه القضية. فقال له ألا تنام؟ فقال له ذلك الولي كيف أنام وكل هذه الجدران تسبح الله وتذكر الله، هذا الجدار يذكر الله، هذا الفرش يذكر الله، هذا الغطاء يذكر الله، كلها يقظة وكلها تذكر الله، كيف أنام؟ ثم كشف عن بصيرته فوجد أن كل هذه الأشياء تسبح الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقول أول مرتبة من مراتب الحياة، المرتبة الحياة النباتية، هذا مبني على النظرة الظاهرية للأمور، مبني على الاصطلاح اللي إحنا البشر اصطلحنا عليه، وإلا في الواقع أول مرتبة من مراتب الحياة هي الحياة الجمادية. نتجاوز هذه المرتبة، الحياة الجمادية، نتجاوزها إلى الحياة النباتية. الحياة إلى نبات، نوع من أنواع الحياة، ولهذه الحياة مظاهر كالنمو مثلا. المرتبة الثالثة من مراتب الحياة، الحياة الحيوانية، الحياة الجمادية أولا والحياة النباتية ثانيا والحياة الحيوانية ثالثا. حيوان إلى حياة، وهذه الحياة لها مظاهر، الحركة، الإحساس، الشعور، الإرادة، حيوان إلى إرادة. نعود إلى ظلال هذه الآية الكريمة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الإنسان طبيعته أنه يخاف الفناء، يفر من الفناء، هاي طبيعة كل واحد منا، نخاف من الفناء، نخاف من العدم. ويعز علينا أيضا العدم، إذا واحد لا سمح الله مات واحد من أقربائه من أصدقائه يثقل عليه ذلك، يشق عليه ذلك، فكيف إذا كان هذا الميت شهيدا، مو ميت عادي، مو إنسان عادي، شهيد؟ لماذا؟ لأن الشهداء عادة هم من أفضل الناس ومن أطهر الناس ومن أزكى الناس. واحد اللي يذهب إلى ميدان الجهاد
نحن نبخل عادة بتضحية بسيطة في سبيل الله، نحن الأفراد العاديين، الأفراد الذين يذهبون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يقدمون أرواحهم من أجل الله. هؤلاء عادة من أفضل الناس وأطهر الناس وأزكى الناس. من الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من كانوا؟ الذين قتلوا كانوا من أفضل أصحاب رسول الله. هذا إلى موقع في المجتمع، الناس يحبون هذا الرجل. عثمان بن مضعون من الذين استشهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل صحابة رسول الله، قتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبره موجود ويزار. والإمام صلوات الله عليه سمى بعض أبنائه باسم عثمان، هذا تشوفوا خطباء يقولون عثمان ابن الإمام صلوات الله عليه تيمنا باسم عثمان ابن مضعون، إحياء لهذا الرجل. عثمان ابن مضعون، مصعب ابن عمير، حمزة سيد الشهداء، هؤلاء الذين قتلوا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من كانوا؟ كانوا من أفضل الناس في زمانه. الإمام قال: إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. كانوا قمة المجتمع، أفضل أفراد المجتمع. فعندما مثل هذا الفرد اللي عشنا وياه، عرفنا أخلاقه، عرفنا سلوكه في المجتمع، عندما مثل هذا يذهب ويقتل في سبيل الله، يعني صفوة المجتمع دا تقتل وتذهب تفنى، هذا يثقل على المجتمع. مشكل الأم التي تفقد مثل هذا الولد يثقل عليها ذلك، الأخ اللي يفقد مثل هذا الأخ يثقل عليها ذلك، المجتمع اللي يفقد مثل هذا الشهيد يثقل عليه ذلك. فثقل على المسلمين في حرب بدر، ذهب جماعة وقتلوا 14 واحد من صفوة المجتمع، قتلوا في بدر من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاد المسلمون متأثرين متألمين وقالوا: لقد مات هؤلاء، راحوا انتهوا. 14 واحد، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين قتلوا في معركة بدر. قالوا: ماتوا، ذهبوا، فنوا، انعدموا. الله تعالى يقول في هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هؤلاء ليسوا أموات، لا يمكن أن يقال لهم أموات. الله تعالى في آية أخرى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني حتى لا تفكر في ذلك. القول شيء والتفكير شيء آخر، هذا مو ميت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
أنتم لا تشعرون، أنتم لا تدركون. الشهيد يفقد الحياة الجمادية، يفقد الحياة النباتية، يفقد الحياة الحيوانية، هكذا يبدو. ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه بحياة أرفع، بحياة أكمل. إذا واحد فقد شيئا ولكنه عوض بشيء أفضل، هل فقد؟ هذا لم يفقد. الإنسان الذي فقد شيئا ولكنه عوض بشيء أفضل، هذا لم يفقد شيئا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولذلك نشاهد في يوم عاشوراء، نجد أن أصحاب الإمام، هذا الشيء منقول في تاريخ أكثر من واحد منهم، أنهم كانوا فرحين أمام الرماح، أمام السيوف، أمام الأعداء. القاتل مش عادي، واحد إذا تقطع إيده والعياذ بالله في عملية، في حادثة، كم يتألم، كم يتأذى، كم يتأثر. قاتل لفظ نقوله، القاتل من أثقل الأشياء على البشر، يعني يفقد كل شيء، يفقد حياته، يفقد بيته، يفقد أولاده، يفقد زوجته، يفقد أمواله. أشق شيء في هذه الحياة ربما يكون الشهادة، ولكن كانوا فرحين، كانوا مسرورين. بريرة وهو واحد من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في يوم العاشر كان يمازح عبد الرحمن، عبد الرحمن الأنصاري، واحد من كبار أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين وأصحاب الإمام الحسن وأصحاب الإمام الحسين، رجل له مواقف عظيمة هذا عبد الرحمن الأنصاري. حين نكص الناس وتخلوا عن أمير المؤمنين، هذا كان ثابت عبد الرحمن، برير كان يمازح في يوم العاشر عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن: يا برير، ليست هذه بساعة باطل، هذا مو وقت الباطل. فقال له برير: لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا. الكل يعرفونني، قومي يعرفونني، أنا ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا، ولكنني فرح بما نحن مقدمون عليه. واحد ينتقل من هذه الدنيا الدنية إلى فضل الله، إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. إنني فرح بما نحن مقدمون عليه. ومثل هذه القضية أيضا تنقل عن حبيب ابن مظاهر رحمة الله عليه، هذا الرجل الفقيه البطل، حين أخذ يمازح
يزيد ابن خضير، فقال له: ليست هذه بساعة مزاح. فقال: وأي ساعة أولى بالسرور من هذه الساعة؟ الساعة اللي واحد بعد دقائق بعد لحظات يفد على ربه وينتقل إلى رحمته وإلى رضوانه. هذه الحقيقة كانت واضحة أمامه. هذا نوع من أنواع الحياة التي منحها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء. وهنالك نوع آخر من أنواع الحياة التي منحها الله تعالى لهذه الصفوة، وهي حياة الخلود وحياة الذكر وحياة الحضور، حاضرون في كل مكان في كل زمان. هؤلاء إذا كانوا يموتون كانوا ينتهون، ولكن الآن 1400 عام في كل مكان في كل مجمع تجدون لهم حضورا، مراقدهم معمورة، يزارون، يتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إليهم في قضاء الحوائج والمشكلات. هذا حياة الذكر، حياة باقية. هذا نوع آخر من أنواع الحياة. حتى إذا ذهبت إلى الشام، اذهبوا إلى حلب، هنالك مكان يقال له مشهد النقطة، وحقيقة هذا المكان فيه روحانية عجيبة. أنا عندما وفقت قبل 2 أو 3 أعوام رأيت في ذلك المقام روحانية قل أن يجدها الإنسان في مكان آخر، روحانية عجيبة، واحد يشعر بالخشوع. هذا المكان، هذا المشهد، مشهد النقطة. ما هو هذا المشهد؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان ينقل رأسه الشريف من كربلاء إلى الشام، خط سير القافلة مذكور في الكتب معينين، ما كان خط مستقيم وإنما خط غير مستقيم، القافلة كانت تتحرك لعوامل مذكورة في كتب التاريخ. فوصلوا إلى حلب ووضع رأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه على صخرة في تلك النقطة في تلك المنطقة. الصخرة التي وضع عليها رأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطرت منها نقطة دم على تلك الصخرة، نقطة من الدم. وإذا بتلك الصخرة تتحول إلى مقام وإلى مرقد، الألوف يقصدون هذا المكان، يستشفعون إلى الله بهذا المقام، يطلبون من الله تعالى قضاء حاجاتهم ببركة هذه الصخرة التي قطرت عليها نقطة دم من رأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
هل يوجد هنالك خلود أكبر من هذا الخلود؟ ونقل لي مكررا أكثر من مرة أن جماعة من المؤمنين الموالين الذين ذهبوا إلى تلك النقطة رأوا دما يفور من هذه الصخرة، دم طري يفور من هذه الصخرة، مو دائما، مو في كل مكان، مو في كل موقع، في بعض المواقع يشاهد دم يفور من هذه الصخرة. هل يوجد هنالك خلود أكبر من هذا الخلود؟ هذه كلمة ذكرها بعض المخالفين المتعصبين. لاحظوا تفسير هذا الرجل وتعصبه الشديد ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لاحظوا هذا الحضور، هذه القوة لسيد الشهداء التي تفرض أن ينطق هذا الرجل المفسر المخالف أن ينطق بهذه الكلمات، أن يحني رأسه تجاه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. راجعوا هذه الآية، في ذيل هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا مو خاص بالآخر، لا، في هذه الحياة الدنيا الله ينصره. يقول هذا الرجل مخالف، ولكن لاحظوا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كم له من القوة والحضور اللي يفرض على هذا الرجل أن يكتب هذه الكلمات في تفسير. يقول: إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان، إلى أن يقول الحسين رضوان الله عليه، أنقل كلمته: وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب، أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ الحسين انتصر صلوات الله عليه أو انتصر أعداؤه؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. الحسين هو المنتصر صلوات الله وسلامه عليه، وأعداؤه هم المنهزمون. لاحظوا هذه الكلمة التي يقولها هذا الرجل: فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين، يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين.
هل يوجد هنالك شهيد تهتز له القلوب كسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يوجد هنالك شهداء تهتز لهم القلوب وتهفو لهم القلوب كشهداء كربلاء صلوات الله عليهم؟ هذه هي حياة الخلود، وهذه هي حياة الذكر، وهذه هي حياة المجد، هذه حياة الدنيا. وأما عند الله فلهم حياة لا يمكن أن ندرك أبعادها بعقولنا المحدودة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طلحة يقول للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: من كان الغالب في يوم عاشوراء؟ من الذي غلب؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من هو الغالب. لأن بني أمية كانوا يريدون أن يمحوا الاسم المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله. معاوية قال: لا والله إلا دفنا دفنا. ولكن الآن في شرق الدنيا وغربها تجدون على المنائر في كل مكان، في المساجد، في البيوت، المسلمون في أوقات صلواتهم يقولون: أشهد أن محمد رسول الله. قال: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من هو الغالب. هذه حياة المبدأ، وهذه حياة الذكر، وهذه حياة الخلود الأبدي عند الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي